تابع أحبتي الجزء الثاني من تصحيح الامتحان المحلي الأول. طبعا هنا في هذه الحصة دي اليوم غادي نخدمه على الكتابة العلمية وفرصة في نتعلمه الكتابة العلمية في هذا الجزء الثاني. إذن على بركة الله دوني ولا دي تغميني لكريتور سيانتيفيك، دي تغميني لكريتور سيانتيفيك يعني حدد الكتابة العلمية. نشوفوا كيفاش كنحدوا هذه الكتابة العلمية ونشرحوها اون ديتال. إذن بالنسبة لي لو نمبر او كان عندنا 0.004 في 10 اس ناقص 6 في 12 في 10 اس 2 والكل اس ناقص 4. ناخذ الوقت ديالنا باش نشرحوها مزيان. دونك هذا بالنسبه لو. اذا بالنسبه لو شوف كيفاش الله يخليك او يساوي، تركز معايا مزيان، الا كانت عندي هنا شحال عندنا هنا 4، شحال من رقم كاين هنايا خلف الفاصلة؟ 3 1 2 3 1 2 3 ها. دونك 0.004 عيب باش تفهمني مزيان، 0.0005 0.0005 0.005 نشرحهم لك مزيان. العدد هو 5، دونك نكتب 5 في 10، هذه هي الكتابة العلمية. كنحسب الاعداد اللي كاينين هنا، شحال من عدد كاين هنا؟ كاينين 5. اذا ونكتب 5 في 10 اس ناقص 5، سهله هنا كنديروا ناقص 5 لان عندي 0.000. غنفهموا اكثر بحال دابا هنا شحال عندنا من رقم مورا الفاصله؟ عندنا 4، يعني غتولي هي 5 في 10 اس ناقص 4. هنا ملي كيكونوا عندنا 3 ارقام نكتب 5 في 10 اس ناقص 3، يعني هو العدد، ولا بغيتي طريقه اخرى هو عدد الاصفار. شحال من زيرو كاين هنا؟ 1 2 3 4 5، كاينين 5 ديال الاصفار غتكون ناقص 5، 4 ديال الاصفار ناقص 4، 3 ديال الاصفار ناقص 3، اذا هو عدد الاصفار. دابا هنا عندنا 3 ديال الاصفار، يعني غتولي هي 4، ديما نحافظ على هذا 4 سميتها بحال لاباس، 4 في 10 اس ناقص 3، لان هنا عندنا 0.00 في 10 اس ناقص 6. نعطيك باسهل طريقه، في 12 في 10، هنا عندنا بويسونس دون بويسونس، قوه قوه، 2 في ناقص 4 هي ناقص 8، تنديروا 2 في ناقص 4، هاد الموا هي هادي. دونك من بعد منها غدير الترتيب، يعني غادي تاخذ العدد 4 وغادي تاخذ العدد 12 وهاد العشرة الأساس 10 غتخليهم مع بعضياتهم، 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 6 في 10 أس ناقص 8، وأنا غادي نعاونك بالألوان باش تفهم لي، خديت 4 وخديت 12، سبقتهم هنا في الضرب. إذن تصبح النتيجة أو يساوي 4 في 12 هي 48، هادي راه ساهلة باش تحسبها، في 10 أس ناقص 3 نجمع الأسين ناقص 6 ناقص 3 ناقص 6 ناقص 8، كنجمعهم كاملين، نحتفظ بالاساس اون كونسيرف لا باس. دونك او ايغال 48 48 في 10، غترد معايا البال عفاك، ناقص 3 ناقص 6 ناقص 8. حنا عارفين الا كانت كاملين الاعداد سالبه كنجمعهم وكنخلي ناقص، انت ناقص 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 كنخليو ناقص وكنجمع، يعني 3 كنزيد عليها 6 هي 9 و 9 غنزيد عليها 8 هي 17. صافي دابا هنا ما ساليناش، هذه ماشي كتابه علميه، الكتابه العلميه ما فيهاش 48 ولا 50 ولا 55، الكتابه العلميه خاصها تكون مكتوبه على شكل واحد العدد، خاص يكون هذا العدد اللي كاين هنا، ما بغيتش نعقد الامور. بحال دابا الا قلت لك 48 لا، خاصك تحولها على شكل 4.8، إلا قلت لك 55 خاصك تحولها على شكل 5.5، إلا قلت لك 76 تحولها لي على شكل 7.6. كيفاش كنديرو حتى كنحولوها؟ ساهلة، دابا حنا عندنا 48 كنرجعوها هي 4.8 في 10، حيت 4.8 في 10 هي 48، وما نساوش هاد العدد اللي كاين هنا في 10 أس ناقص 17. غيبقى خاصكم تعلموا على هادي اللي درت هنا، 48 راه هي 4.8 في 10. دونك فهذا يعني ان او يساوي 4.8 في 10 اس، شحال عندنا هنا في الاس؟ 1 1 وهنا ناقص 17،
يعني 1 ناقص 17، ها هي 1 ناقص 17، إذن أو تساوي 4.8 في 10 أس ناقص 16 ناقص 16، دونك هذا هو أو، صافي؟ دونك نتمنى أنه يكون واضح، غير عاودوها مرة وجوج وثلاثة، عاودوا الفيديو وعاودوا خدموا بوحدكم وغادي تفهموها مزيان، وعاد باش أنه راه باقي غنزيد معكم امتحانات آخرين، أجي نمشيو لإف باش نفهموا أكثر، إذن إف. F يساوي 0.05، ونتمنى أنكم تعاودوا تخدموا بوحدكم، في 2000 20000 20000 فوا 0.0002 الكل أس 3، إيه بشوية دقة دقة، هنا كيف ما قلنا قبيلة، شحال من صفر كاين هنا، شوف الفرق ما بين هذه وما بين هذه اللي غنديرها، عدد الأصفار، كنخلي 5 وكنكتب 10 أس عدد الأصفار، يعني ناقص 3، في هذه مختلفة، هذه هنا غنخليو 2، ولكن هذه المرة في 10، شحال من صفر كاين هنا؟ كاينين 4 الأصفار، إذا أس 4، شوف ملي كتكون 0.، كيكون أس سالب، وبحال هذا العدد كيكون أس موجب، هو 4، ها الفرق بيناتهم، مثلا هذه هي 20000، وهذه 0.002، ها الفرق بيناتهم. هنا غادي تكون عندنا 2 في 10، شوف غير عدد الاصفار ما كاينش فاصله، دونك هي 10 اس 4، وهنا شحال من صفر ثاني كاين؟ كاينين 4، ولكن هذه راه هي 2 في 10 اس ناقص 4، دونك مره الاس سالب ومره الاس موجب، فرق بيناتهم، في 0 ها هي عاوتاني تعاودات، عندنا هنا شحال من زيرو كاين هنايا؟ يعني. كاينين 4 اصفار، صافي 4 ديال الاصفار، دونك غتولي هي 2 حيت هنا عندنا 2 في 10 أس ناقص 4، لأن أصفار خلف فاصلة الكل أس 3، يلا أجي نعاودو نفس الخدمة ديال قبيلة، غادي ناخدو العدد 5 ثم العدد 2، دونك غتكون عندنا النتيجة 5 في 2 في 10 أس ناقص 3، هاهي 10 أس ناقص 3 في 10 أس 4، هاهي 10 أس 4، نسينا واحد العدد هنا 2، هو 2 ولكن راه عنده الأس هو 3، ما كنساو حتى حاجة، و10 أس ناقص 4، إي وأسها هو 3 ليكسبوزون ديالها، دونك إف يساوي، هادو واخا تقدر تحسبو، 5 في 2، نلول ليكم هادو باش تفهموني شنو غندير، 5 في 2 هي 10، هاهي 10 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس 4 في 2 أس 3، هادي راه كاين اللي كيغلط فيها، راه هي 2 في 2 في 2، ديرها في كالكولاتريس غادي تعطيك 8، ماشي 6، في 10، عندنا هنا ناقص غنخليو ناقص، 4 في 3 هي 12، 4 في 3، إف يساوي، العدد اللي حصلناه عليه هو 8، مزيان، هاهي 8 في 10 أس، أنت رد معايا البال عافاك، هنا الأس الأولاني هو 1. ثم ناقص 3 ثم 4 ثم ناقص 12، واخا ما كانش خاصني نديرها هكا ولكن باش نوضح لكم الفكره، اف يساوي 8 في 10 اس، هذا الكالكول راه ساهل، غادي تشدها غادي تحسبها بشويه، 1 ناقص 3 هي ناقص 2 زائد 4 ناقص 12، ناقص 2 زائد 4 هي 2 ناقص 12، 2 ناقص 12 هي ناقص، وإلا شدينا 12 حيدنا منها 2 غتبقى النتيجة هي 10، دونك أس ناقص 10، هذه هي الكتابة العلمية.